هاد السيد هذا كيجمع الفلوس ديال الناس كيجمع ديال الفلوس ديال الناس. دابا خمس ايام هادي الفلوس ديالهم مشات لهم، خمس ايام هادي ما خلصوهاش اللي ديك، دابا قطعوا لهم الضوء، وهما هاد الناس بقاو بلا ضوء. وما اصلا دابا داروا شكايه ديالهم، هاد الشكايه باقي ما كاين فيها دابا حتى شي حاجه. الجمعيه هي اللي مكلفه بهذا الشيء هذا، قيدوا المحلات، كل محل اللي عنده الكونتور خدام كيقيدوا فيه، والمحل اللي ما عندوش الكونتور تيقيدوه. هذه الجمعيه لو الاعضاء ديال الجمعيه كيجمعوا في هذا الشيء. ملي بداو خدامين ناضوا همايا، شاو جابوا الورقه من اللي ديك وقسموا على المحلات. ملي قسموا على المحلات داروا لهم 120 130 درهم للمحل، وكاين المحل اللي كيهلك 300 400 درهم، وكاين المحل اللي كيهلك 50 درهم 40 درهم، ماشي بحال بحال الاجره. كل واحد كيخلص راسه، ولكن هذا كاكونتور كاع كيعبر لك الكيلوات. بغينا كل واحد يخلص راسه من اللي يديك، كل واحد ما كانتو من اللي يديك، ما بغيناش من عند مكانه وحده. كاينه مكانه وحده، ومكانه وحده هي اللي كتفرق عليهم هذاك الضوء، وهذوك كيتسموا عدالات كونتورات اللي هما اللي تيقيدوا هذاك الشيء. وهذوك الكيلوات اللي كيتقيدوا ما بقاوش كيتقيدوا، ولاو ضرائب مخرجين لهم طريفة بحال هذه الطريفة ما مسلكاش. كاين اللي يهلك 400 درهم 500 درهم 600 درهم، وكاين اللي كيهلك 40 درهم 30 درهم، عنده غير بوله وحده ولا جوج. كاين 220 محل، 220 محل، وحاليا دابا كنطلبوا دابا الطلب ديال راه دفعنا هادي راه خمس سنين هادي ولا اربع سنين درنا طلبات للحكومه ولكل شيء، بلا باش كل محل يدير مكانه ديالو بوحدو. حنا عندنا كل واحد عنده مكانه ديالو بوحدو، ولكن عندنا كونتور كبير واحد هو اللي كيتحكم فينا، كيخلق لنا هذا المشكل بحال ما هو ديما. درنا شكايه راه دفعناها، ودرنا طلب راه دفعناه، وكل شيء راه باقي ما داروا معنا حتى شي حاجه. اللي ديك قالت لك اودي جيبوا لنا موافقه من الجامعه، حنا رانا نبدلوا لكم هذا الشيء هذا. الجامعه مازال كنتسناوها، المخزن كله دافعين لهم مازال كنتسناوها.